Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم واحد لا بريزونطاسيون واحد التقديم ديال لونيتي اون لي ماروكان دو موند. الوحدة الأولى من كتاب المتعلم والمتعلمة pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. إذا اليوم غادي نديرو واحد البريزونطاسيون واحد التقديم ديال هاد لونيتي اللي غادي ندخلو فيها في لو بروغرام pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire. دونك لونيتي الأولى لو تيم دو لونيتي ستادير المجال ديال لونيتي سي لي ماروكان دو موند يعني مغاربة العالم. Les Marocains du monde. Le projet de classe, يعني المشروع اللي خصنا نديرو واللي في النهاية ديال هاد الوحدة خصنا نكونو درناه, réaliser un journal sur les Marocains du monde. يعني المطلوب منا أننا نديرو واحد الجورنال, واحد الجريدة ولا واحد المجلة sur les Marocains du monde. يعني على المغاربة ديال العالم, المغاربة ديال العالم. Comme vous voyez dans l'image, il y en a beaucoup de personnalités célèbres. Regardez, il y en a par exemple le footballeur international marocain qui est Hakim Ziyech. Il y en a l'humeur, c'est Gad Elmaleh. Il y en a aussi Jamal Debbouze. Il y en a beaucoup des personnages connus. Donc, on a le savoir de l'Maghrib et de l'Alam qui est en France. On a Kora, l'Ardi, Zama, Rahoum Aishin, Barra, le Maghrib. Mais l'asoul de l'Hom من المغرب. داكوغ سي بيان. دونك اللي غادي نقراو في هاد لونيتي هو في هاد الطابلو سويف افيك موا. كل ماده شنو غادي نقراو في لا كومونيكاسيون اي اكت دو لونغاج شنو غادي نقراو في سيمين 1 اي 2 اي سيمين 3 اي 4. سيمين 1 اي 2 غادي نقراو انفورمي اي سانفورمي سور لي ماروكان دو موند, يعني انك نقدم لي زانفورماسيون اللي قدموا لي دي زانفورماسيون على مغاربه العالم. في سيمين 3 اي 4 راكونتي ان ايفينمون فيكو, دونك غادي تكون قادر انك تعاود واحد الحدث وقع معاك. ليكتور غادي نقراو في السيمين الاولى والثانيه غادي نقراو لي غان تيكس انفورماتيف, يعني قرا واحد النص اللي هو اخباري. وفي سيمين 3 اي 4 غادي نقراو لي غان تيكس ناراتيف, يعني نقراو واحد لو تيكس واحد النص اللي هو حكائي. ليكتور ديكسيون غادي نقراو بيان دير ان تيكس بويتيك لو بيي ناتال, يعني غادي نقراو واحد القصيده العنوان ديالها لو بيي ناتال. غرامير اون فوا اتيدي اي اوتيليزي لو جروب نومينال سوجي لو جروب فيربال, غادي نقراو الجروب نومينال سوجي اي لو جروب فيربال. اي دون لي سيمين 3 اي 4 utiliser les indicateurs du temps, yani غادي نستعملو les indicateurs du temps. في la conjugaison غادي نقراو le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe et du deuxième groupe et la conjugaison des verbes usuels du premier et du deuxième groupe au passé composé de l'indicatif. في l'orthographe غادي نعرفو كيفاش نكتبو correctement les noms féminins, يعني الاسماء المؤنثه اللي كتكتب e accent ou e accent e. في semaine 3 et 4 غادي نutiliser les accents, يعني نستعملو les accents aigus, les accents graves, les accent circonflexe. Écrire sous dictée un texte court, يعني انك التلاميذ يكونوا قادرين انهم يكتبوا واحد التكست ملاح عليهم الاستاذ. ليكسيك رونجي لي مو بار اورد الفابيتيك, يعني انك تكون قادر ترتب الكلمات سولون لورد الفابيتيك. ايدونتيفي ان ارتيكل دو ديكسيونير, ايدونتيفي لو ديكسيونير اننا غادي نقراو هنايا على لو ديكسيونير. لا برودكسيون دو ليكري سي كومبليتي ان ميساج الكترونيك افيزي انفورماتيف, تكمل واحد الميساج واحد الرساله الكترونيه. ميترون un récit en rapport avec le thème, يعني في semaine 3 et 4 غادي نعرفوا نرتبوا واحد الريسي واحد القصه en rapport avec le thème, يعني عندها علاقه بالمجال ديال لي ماروكان دو موند. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان خاص بلا بريزونطاسيون دو لا بروميير اونيتي لي ماروكان دو موند. الصفحه 11 ديال الكتاب المدرسي المتعلم والمتعلمه pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire. القاكم في فيديو قادم ان شاء الله. كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.